مرحبا، اسمي فؤاد سعيد، واليوم بدنا نتعلم كيف نعمل برمجة منظومات مدمجة تخنوت معرخات مشولفات. شو راح نتعلم اليوم بشكل مفصل؟ بدنا نبني منظومة مدمجة، بدنا نكتب سلسلة الأوامر لتشغيل المنظومة، بدنا نحول سلسلة الأوامر لبرنامج محشيب بواسطة اللابيو، وبدنا نتعرف على المشاكل تبع المنظومة ونحاول نحسن من عملها. هاي هي المنظومة اللي راح نبنيها. المنظومة عبارة عن وعاء اللي مفروض انه المعرخة تعبيه وتفرغه بشكل دوري. هون في عندي حنفية تعبئة، وهنا في عندي حنفية تفريغ، هنا في عندي مجسين لتحديد الارتفاع الأقصى والارتفاع الأدنى للمي. لما منبلش نعبي الوعاء، الطفاف هذا بطلع لفوق بطوش على المي، الذراع بطلع معه وبضغط على مجس الارتفاع الأقصى، فمنعرف انه المي وصلت للحد الأقصى. لما بنفتح الحنفية هاي، المي بتبلش تنزل مع الطفاف والذراع لغاية ما الذراع يضغط على مجس الارتفاع الأدنى، فمنعرف انه المي وصلت للمستوى الأدنى. هون بنينا نموذج اللي هو عبارة عن المعرخة التعباي والتفريغ تبعت المي. المركبات الموجودة بالنموذج هن نفسهن المركبات الموجودات بالرسم. هنا في عندي حنفية التعبئة والتفريغ، اللمبات هذولا الخضراء والحمراء هن عبارة عن الحنفيات، الخضراء حنفية التعبئة والحمراء حنفية التفريغ. اللمبة متكون مضوية، هذا الاشي بقول انه الحنفية مفتوحة. لما اللمبة بتكون مطفية، الحنفية بتكون مسكرة. بالإضافة للحنفيات هذولا في عندي ثلاث مجسات، 1، 2، 3. هذول المجسين، المجس هذا هو يمثل المجس الارتفاع الأقصى، والمجس هذا يمثل الارتفاع الأدنى. لما الطفاف بطلع بضغط على هذا المجس، فالمعرخة بتعرف انه المي وصلت للمستوى الأعلى، ولما الطفاف بنزل مع الذراع تبعه بضغط على هذا المجس، فمنعرف انه المي نزلت للمستوى الأدنى. بالإضافة لهذول المجسين في عندي كمان مجس هون اللي هو مجس للتشغيل وللتوقيف. الكبسة الأولى على المجاس عملياً هي للتشغيل، والكبسة الثانية لتوقيف عمل المنظومة. كيف تشتغل المنظومة؟ بالبداية الوعاء بيكون فارغ، فمنضغط على مجاس التشغيل هذا عشان تبلش المنظومة تشتغل. جدير بالذكر انه ذراع الطفاف والمنظومة فارغة بتكون ضاغط على المجس التحتاني، يعني المي بأدنى مستوى لها. بالمرحلة الثانية بعد ما نضغط على مجس التشغيل، تفتح حنفية التعبئة، وطبعا الحنفية التفريغ بتكون مسكرة من البداية. بالمرحلة الثالثة بيبدأ الوعاء بالتعباي بالارتفاع، والذراع هاد بلش يطلع مع الطفاف لغاية طبعا ما يضغط بمجس الارتفاع الأعلى. بس يضرب الذراع هذا بمجس الارتفاع الأعلى، بتسكر حنفية التعبئة وبتفتح حنفية التفريغ. طبعا لما بنفتح حنفية التفريغ بيبدأ الوعاء يفضى، والذراع اللي كان ضاغط على هذا المجهس ببلش ينزل، بضل ينزل لتنه يضغط على المجهس الأدنى للمي. بس يضغط على المجهس الأدنى للمي بتسكر حنفية التفريغ، وكمان مرة بترجع تفتح حنفية التعبئة، وهيك العملية بتعود على نفسها. مرة بتفتح التعبئة وبتسكر التفريغ، وبالعكس مرة بتعبأ ومرة بتفضى لغاية ما نضغط على مجس التوقيف لإنهاء عملية المنظومة. بس نضغط على مجس التوقيف،
بتفتح حنفية التفريغ وبتسكر حنفية التعبئة، الذراع بنزل لتحت للمستوى الأدنى وبتخلص عملية العملية تبعت المنظومة هاي، وبتكون عمليا جاهزة لتشغيل للمرة القادمة اللي هي طبعا بتبدأ بالضغط على مجس التشغيل. هون احنا شايفين المنظومة تبعتنا او الداجم النموذج تبعنا مع البكار اللي بدي شغل النموذج. هون ركبنا المداخل والمخارج للبكار. المنظومة هاي الداجم هاد في له مخرجين، الحنفية التعبئة وحنفية التفريغ. المخارج بالبكار هن فتحات A B C، احنا حنفية التعبئة وصلناها مع A وحنفية التفريغ وصلناها مع B. وهون في عندي المداخل للبكار اللي هن 1 2 3 4، والمداخل تبعوني هن المجسات، مجس الارتفاع الأدنى، مجس الارتفاع الأقصى، ومجس التشغيل. هاد 1 2 3، هدول هن الفتحات الموصلات مع المجسات. فإذا بتلاحظوا الكابل هاد، الكابل هاد موصل مع A، الكابل هاد اللي هون موصل مع B، الكابل تبع المجس هاد موصل مع فتحة نمرة 3، والكابل الموجود هنا مع فتحة نمرة 2، والكابل الموجود هنا مع فتحة نمرة 1. البكار موجود من وراء المنظومة، مش مبين بالصورة. كيف تشتغل المعركة عمليا؟ عمليا في عندي البكار بدخل له معلومات من المجسات هذولا، البكار بعالج المعلومات هاي وبطلع أوامر للحنفيات عشان تفتح وتسكر حسب المعلومات اللي بتدخل من المجسات. بس طبعا عشان البكار يشتغل لازم نبرمجه، لازم نكتب له برنامج اللي يعرف يتعامل مع المعلومات الداخلي، وبحسب المعلومات الداخلي يطلع أوامر للحنفيات. طبعا البرنامج هذا عشان نقدر نكتبه، أول شيء لازم نكتبه بلغة مبسطة، اللي بنسمي اللغة المبسطة هاي بنسميها ألغوريتم، هي سلسلة الأوامر اللي لازم نحولها لبرنامج حاسوب. شو هي الأوامر اللي احنا بحاجة لها؟ أول شيء طبعا 1، الأمر الأول اللي حتساعة على حيشان هفعلها اللي هو هاد، نضغط على زر التشغيل. بعدين منفوت للولبي بسموها لولاءه، هاي الزركة هاي لولاءه اللي فيها العمليات من 2 ل7 اللي بضلوا يعيدوا على نفسهن لتنو يصير في شرط خروج من اللولبي. 7 هو شرط الخروج من اللولبي، وشرط الخروج من اللولبي هو ضغطة على المجس التوقيف 1. طالما أنا مش ضاغط على مجس التوقيف العمليات من 2 ل6 بضلوا يتنفذوا. شو هن العمليات من 2 ل6؟ طبعا بعد ما ضغطت على مجس التشغيل تيجي 2 تفتح الحنفية التعبئة، ضل مفتوحة لتنو الطفاف او ذراع الطفاف يضغط على 2، حكي للحدساء على الحيشان جوفا 2. بعد ما ينضغط 2 بتسكر A وبتفتح بي، يعني سكور A افتح بي، يعني سكر حنفية التعبئة افتح حنفية التفريغ. طبعا بتضل حنفية التفريغ مفتوحة لتنو الطفاف يعاود يرجع ينزل ويضغط على حيشان جوفه تحتون، مجس لتحديد الارتفاع الأدنى. بس ينضغط هذا التحتون طبعا بتسكر حنفية التفريغ، ومنعود نرجع كمان مرة منفتح حنفية التعبئة. هذول العمليات من 2 ل6 بضل يعيدوا على نفسهم لتنو يتحقق شرط الخروج من اللولبي، وشرط الخروج من اللولبي هو زي ما حكينا ضغط على 1. بس نضغط على 1 نطلع من اللولبي وبننفذ الأمر الثامن اللي هو سكر الحنفيات A و B. هيك ببين البرنامج بلغة اللابفيو. هدول هن الأوامر اللي حكينا عنهن قبل، وهدول هن الأوامر ترجمة الأوامر هدول للغة
اللافيو. الأمر الأول انتظر ضغط على المجس، بعدين نفوت للولبي أو لولاء اللي شرط الخروج تبعها. هل مجس نمرة واحد مضغوط؟ مجس نمرة واحد بذكركه هو التشغيل والتوقيف، هو نفسه واحد للتشغيل، هو نفسه واحد للتوقيف. البكار بكرة الأوامر هذولا، أول شيء بيفتح الحنفية، بعدين بستنى تنو ينضغط مجس نمرة اثنين، بس ينضغط بسكر حنفية التعبئة وبفتح حنفية التفريغ، أربعة أربعة ياهن أربعة أربعة، بسكر حنفية التعبئة وبفتح حنفية التفريغ، بعدين بستنى لتنو ينضغط المجس نمرة ثلاثة، بس ينضغط بوقف بسكر حنفية التفريغ، وبعاود برجع كمان مرة بفتح حنفية التعبئة. كل الوقت البكار بيقرأ الأوامر هذول، بس يصل لحد هنا بفحص إذا كانوا المجس نمرة واحد مضغوط ولا لا، إذا مش مضغوط بعود برجع، إذا مضغوط بطلع وبسكر الحنفيتين. أوكي، إسا هون بدنا نشوف فيلم كيف بدنا نكتب التخنة هاي أو الأوامر هذولا بلغة اللابفيو، كيف هذول الأوامر بدنا نطبقهن بلغة اللابفيو. لهذا الالجوريتم، اول كودا حكي لي الحيطة الحيشان هفعلاني توك واحد، يعني انتظر ضغطة على مجس التشغيل او التوقيف الموجود ببورت واحد. فمنيجي نكبس كبس يمين input output complete، مروح على wait ومنستنى ومنطلع هنا على المجس الضغط. في عنده ثلاث حالات او ممكن استعمله بثلاث حالات. الحالة الأولى هاي انتظر لتنك تقيم إيدك عنه، هاي انتظر لتنك تضغط عليه، هاي انتظر لتنك تضغط عليه وتقيم إيدك. أنا بدي انتظر لتنك تضغط عليه، فمنيجي بناخذ الأمر هاد. إذا منيجي منتطلع على الهلب تبعه، منكبس على علامة السؤال هون ومنتطلع على الهلب تبعه، منشوف إنه الأيقونة هاي بدها توصيلي واحدة اللي هي بأي فتحة موجود بالبكار. أنا حاطه بفتحة نمرة واحد، فبدي أجي على العخبار هنا، أجي أعمل على الخط الأزرق هذا الموجود هنا واللي شايفينه بضوي هنا، وأعمل كليك يمين create constant، وتعرّكبه هذا هنا هيك يجي هيك فيها. إذا بنيجي بناخذ الإصبع هاد بنشوف إنه في عندي أربع فتحات بالبكار، أربع مداخل. أنا بدي أحطه بالمدخل نمرة واحد زي ما هو مكتوب هون. الأمر الثاني هو افتح بيرز ميلوي A، افتح حنفية التعبئة A. بس قبل ما أحط هذا الأمر أنا شايف إنه في عندي هون لوب، وايل لوب، لكل الأوامر هدول موجودات بقلب الوايل لوب هاد. فتعالوا أول شيء نأخذ while loop، نعمل كبس يمين على programming structures ونأخذ ال while loop تبعي. تعال نحط ال while loop تبعي هون. هون شرط الخروج من ال while loop، خلي الآخر نشوف شو شرط الخروج. تعال نبلش إسا بأمر نمرة اثنين، افتح بيرز ملوي A، شغل بيرز ملوي A. اذا باجي بكبس كبسي هون وبعمل input output، فيش عندي هون بيرز ولكن في عندي موتورز. بالنسبة للبكار موتورز ولا بيرز بتفرقش، اللي بكودا هاي بتنفع تكون لموتورز وبتنفع تكون لبيرز، بتنفع تكون لجسم تسخين، بتنفع تكون لأي اشي بدي اشغله. لانه البكار لما بشغل هاي الايكوني عمليا ببعت جهد كهربائي للاشي اللي بدي اشغله، بغض النظر اذا كانه لامبا ولا بيرز ولا جسم تشغيل ولا موتور ولا اي اشي تاني بدي اشغله. فتعال ناخذ موف موتورز، احنا
صح اخذنا موف موتورز بس احنا بدناش نشغل موتورز، بدنا نشغل بيرز. اذا بنيجي نطلع على الهلب تبع الايقونه هاي نشوف انه هنا بحاجه كله اي موتورز او اي بيرز، وين 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 موصل مع البكار، وهنا باي قوه قديش نعطيه جهد كهربائي من البطاريه. فتعال ناخذ كمان مره هون، قرب هنا عند موتورز ونعمل كليك يمين كرييت كونستانت. استنى شوي، بس اول مره بتاخذ وقت. اوكي تعال نجرها هاي هون، فوقيها هيك عشان تكون مرتبه. اذا بنيجي بناخذ الاصبع هون، انا بدي كله هون البارز الملوي موجود بفتحه A، فبدي اختار هون A. اوكي، وهون بدي كله قديش القوه، قديش الجهد الكهربائي اللي بدي ابعته للبارز. تعال نعمل هون كليك يمين create constant فليكن 100% من جهد الكهرباء تبع البطارية. اوكي الامر الثالث اللي بدي اعمله، حكي لي الحساء على الحيشان جوفه عليون 2. انا هون عملت حكي لي الحساء على الحيشان هفعلها واحد، انا هسه بدي حكي على الحساء على الحيشان جوفه عليون. عمليا نفس الامر ولكن بس بغير البورت، فباجي بعلمه وانا معلمه بمسك على كنترول وبجر. فعملت امر اللي هو حكي للحساء زي ما هون في حكي للحساء، هذا حكي للحساء، بس بدل ما هون يكون واحد هون انا بدي 2، فباجي بغير من 1 لـ 2. عملت الامر الثالث. الامر الرابع، سكر الحنفية A وافتح الحنفية B. لما بدي اسكر الحنفية A يعني بدي اجي واخذ هون كبسة يمين input output وبدي اخذ stop motors او stop الحنفية عمليا. باجي بحطها هون، باجي كمان مرة بعمل كليك يمين كرييت كونستانت اوكي، وهاي العملية بتسكر الحنفية A. بدي بأربعة أسكر حنفية A وأفتح حنفية B. هنا في عندي افتح حنفية A، فأنا بدي أخذ هدول أعلمهن وأنا ماسك كنترول بجر هاي لهون. فعمليا هاي أربعة، سكر حنفية A، سكر حنفية A وافتح حنفية B، افتح حنفية B. بس إيش المفروض هنا اغير ل B، سكر A وافتح B. الامر الخامس، انتظر لضغطة على 3 حيشان جوبه تحتون 3. كمان مرة بدوخد هاي اللي هي انتظر لضغطة 1، امسك كنترول واحطه هون و اختار هون 3. حكي لي الحساء على الحيشان جوفا تحتون 3. اسا سكر بي، تعال نسكر هاي، سكر بيرز بي. انا عندي هون سكر بيرز اي، بدوخدها نفسها امسك كنترول واجرها لهون واختار بدل A اختار B، سكر بارز B. 7 مهم جدا. 7 هون بكل لي
לחיצה על חיישן הפעלה ניתוק עוצרת את פעולת המערכת. עוצרת את פעולת המערכת, יעני עמליין בטלע מן الشرط الخروج هنا وبوقف عملية المعركة. شو عملية المعركة؟ يعني أسكر بارز A وأسكر بارز B. يعني بدي أخذ هنا لما أطلع من اللوف هاد بدي أعمل وقف B وبدي أضيف كمان واحدة هنا وقف اي. بس السؤال اللي بنسأل كيف بدنا نطلع من اللوب هذا؟ كيف بدنا نطلع من اللوب هذا؟ موجود هون بسبعة لحيتساع على الحيشانة، يعني شرط الخروج اللي حيتساع على الحيشانة فعلا نتوك اللي هو موجود اللي هو موجود ببورت واحد عمليا افعلها نتوك. فبدنا نيجي هنا كبسة يمين input output، بس مش wait، انما بدنا نقرأ الحيشان هنا. نقرأ الحيشان هنا، نروح ناخد complete sensor، وبدنا نقرأ الحيشان اللي هو touch sensor لحيتساع عليه. نيجي هون و إذا بنطلع على الهلب تبعه شوف إنه هون بدنا نحط له أي بورت، البورت تبعه هو عمليا create constant واحد زي هاد، ومن هون بيطلع true false. إذا باجي بوصل هذا هون من هون لهون، هذا الخط الأخضر بمرق عبره يا true يا false. لما بنضغط الحيشان بيجي هون ترو، لما بتيجي لهاي الإشارة ترو بنطلع من الوايل لوب وبنوقف الحنفيات A و B وبتخلص عملية المنظومة. طالما أنا مش ضاغط هون فهون بيجي فولز والمعركة بتضل تعيد على نفسها. تعالوا بس إسا نوصل الأيقونات مع بعض. بنقدر هون إحنا نعمل شغلات حلوة هون، نيجي مع شيفت نعلم كل هدول، نمسك شيفت ونعلم كل هدول ونكله سوي لي اياهن كلياتهن على مستوى بعض، ومن كله سوي لي كمان هون انه يكون الابعاد متساوي بيناتهن. اوكي تشربكت هون، بس شوي منزيحها لهون هيك شوي لهون شوي. اوكي بنقدر كمان هون هاي نمسك شيفت هاي مع هاي مع هاي مع هاي ونقول له كمان هدول اسويهن على مستوى بعض. لاحظين؟ استضال علينا بس نوصل الايقونات ببعضهن من هون لهون من هون لهون. ناخذ هاي الاداء هيك 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 فاذا هذا البرنامج ببلش ينقرأ من هون بيصل للآخر. بس يصل للآخر بيسأل هل مجس التشغيل التوقيف التشغيل والتوقيف مضغوط؟ إذا مش مضغوط تعاود ترجع كمان مرة من جديد. بس ينضغط بيجي ترو هون، فبنطلع من المعركة بوقف عملية بسكر الحنفيتين وبتخلص عملية المنظومة. أوكي إسا بدنا نطلع فاصل قصير ومنكمل بعد الفاصل.
اوكي. قبل الفاصل بنينا البرنامج هذا بلغة اللابيو ونزلناه على البكار. تعال نشوف هسه كيف بتشتغل المعرخة بعد ما نشغل التخنة بقلب البكار. بالصورة شايفين منظومة لتعبئة وتفريغ وعاء ماء. تعالوا نتعرف على مركبات المنظومة. اللمبة الخضراء هاي تمثل حنفية التعبئة بارز ميلوي. لما اللمبة هاي بتضوي معناته الحنفية مفتوحة والوعاء قاعد بتعبى. لما اللمبة هاي بتطفي معناته وقفت عملية التعبئة. اللمبة الحمراء هاي تمثل حنفية التفريغ. لما اللمبة هاي مضوية معناته حنفية التفريغ مفتوحة. ولما اللمبة هاي مطفية معناته حنفية التفريغ مسكر. الوعاء فيه طفاف. هذا الطفاف بيطلع وبنزل حسب علو المي لانه طايش على علو المي. الطفاف هذا مربوط معه ذراع. لما بيعلى الطفاف بيعلى معه الذراع. بيعلى الذراع لا تنو يضغط على هذا المجس. هذا المجس حيشان جوفا عليون مجس الحد الاقصى لعلو المي. لما بنضغط هذا المجس بعرف انه المي وصلت للحد الاقصى. هذا المجس حيشان جوفا تحتون. لما بنزل الذراع وبضغط على هذا المجس بعرف انه المي وصلت للحد الادنى بقلب الوعاء. هذا المجس حيشان هفعلها نتوب للتشغيل وللتوقيف. بواسطة هذا الكبس الاولى على هذا المجس بتشغل الجهاز. الكبس الثاني على هذا الجهاز بتوقف عمل الجهاز. لاحظوا انه المجسات حيشان جوبع عليون حيشان جوبع تحتون حيشان الهفعلاني توك هدول هن مداخل للبكار او كيلد او بالانجليزي انبوت. بينما الحنفيات التفريغ والتعبئة هدول كيلد اوتبوت مخارج. كيف المعرخة بتشتغل؟ لما بشغل على او بضغط على مجس التشغيل بالبداية الوعاء بيكون فاضي وذراع الطفاف بيكون ضاغط على المجس الادنى لعلو المي. ضغط على هذا المجس طبعا بتفتح حنفية التعبئة عشان المعرخة تبلش تعبي الوعاء. الطفاف ببلش يعلو مع علو المي والذراع بلش يعلو معه. بضل يعلو لا تنو يضغط على المجس الحد الأعلى لعلو المي. بس ينضغط هذا المجس أوتوماتيكيا عملية التعبئة بتوقف فبتطفي هاي اللمبة وبتبلش عملية التفريغ وبتضوي هاي اللمبة. والذراع مع الطفاف اللي على وجه المي بلشوا ينزلوا لتنو يضغطوا على هذا المجس اللي هو المجس الأدنى لعلو المي. بس تصل المي لعلو الأدنى بقلب الوعاء أوتوماتيكيا عملية التفريغ بتوقف. يعني هاي اللمبة بتطفي وبتبلش عملية تعبئة من جديد. يعني هاي اللمبة بتضوي. تعال نشوف سيرتون كيف تشتغل المعرخة. لاحظوا بالبداية الذراع ضاغط على المجس العلو الأدنى وأنا بدي أضغط هنا على مجس التشغيل. بس أضغط على مجس التشغيل لاحظوا شو صار. فتحت حنفية التعبئة والذراع بلش يعلى لأنه الطفاف على وجه المي بلش يعلى. الذراع هذا بلش يعلى تنو يصل للمجس الحد الأعلى. بس يصل لمجس الحد الأعلى لاحظوا بس يصل هون ويضغط المفروض انه تعبئة تطفي والتفريغ تضوي. لاحظوا بالضبط طفت هاي ضوت هاي وبلشت عملية التفريغ. بس تبلش عملية التفريغ هذا بنزل بس نصل تحت ونضغط على المجس الحد الأدنى تخلص عملية التفريغ فمفروض هاي تطفي
وهاي تضوي. وهكذا دواليك. اوكي. المفروض اسا لما ضغطت على مجس التوقيف المفروض ان المعركة تنهي عملها وتوقف. بس لاحظوا شو عمال بصير. اوكي. لاحظوا. مع انه ضغطنا هنا الا انه بلشت عملية تعبئة من جديد. تحيل تهليخ ميلوي محداش. بارز الميلوي. بارز التعبئة. رجع ضوى. مع انه المفروض انه ما يضويش وتخلص عملية المنظومة. فعندي مشكلة هون. تعال نشوف كمان مرة. لاحظوا. بالرغم من انه كبست هون الا انه اللمبة التعبئة ما طفتش. والمنظومة مكملة تشتغل. بالشاكف اللي بعده بالشريحة اللي بعدها بدنا نشوف نتعرف على المشكلة ونشوف كيف بدنا نحلها. اوكي. شفنا بالفيلم انه الجهاز تبعنا جهاز التعبئة والتفريغ بيشتغل زي ما بدنا. متذكرين شو كانت المشكلة؟ لما ضغطنا على مجس التوقيف ما توقفش عمل الجهاز، ظلت الحنفيات التعبئة والتفريغ يشتغلوا وكأنه ما ضغطناش على مجس التوقيف. ليش؟ تعالوا نشوف بالبرنامج وين المشكلة. المشكلة موجودة بالأوامر 3 و 5 اللي هن انتظر ضغطة على مجس 2 أو انتظر ضغطة على مجس 3. هدول الأوامر انتظر هن اللي عملات المشكلة. ليش؟ لأنه لما البكار بفوت على اللولبة وبيجي بوقف عند هدول أو بيجي يقرأ هدول الأوامر التخناة بتستنى بتوقف بتكملش تقرأ وبتستنى تنه يصير في ضغطة على المجس. طالما فيش ضغطة التخناة بتضل واقفة هون. فإذا بهاي اللحظة لما إحنا بنكون واقفين لما التخناة بتكون واقفة هون إحنا بنيجي بنضغط على مجس التوقيف عمليا البكار بكراش الأمر هذا أو بكراش المجس هذا إنما بضل واقف هون. فعشان هيك البرنامج بخلصش بطلعش من اللولبة وبضل يعيد على نفسه. فإذا المشكلة تبعتنا موجودة ببكودات حكي لي أو wait for اللي هن موجودات هون وموجودات هون. شو الحل؟ بسيط جدا إنه نمتنع عن استعمال حكي لي أو أمر حكي لي أو اللي اسمه wait for بالإنجليزي داخل اللوب. داخل اللوب هون هذا اللوب نمتنع ان نستعمل كودوت wait for او حكي لي لانه تخناه بتبطل تكرر الاوامر اللي موجوده بعد هذا الامر. هنا مكتوب ليش؟ لانه البكار يتوقف عن قراءه الاوامر الموجوده بعد هذا الامر لغايه ما يتحقق شرط الامر. اوكي. شو الحل؟ الحل انه نعمل اشي او نعمل الجوريتم اللي هو يوتر او اكتر ذكي. فهون في عندي سلسلة اوامر او الجوريتم حلوفي بديل لحل المشكلة. اذا بنطلع على الامر الاول زي ما كان قبل انتظر لكبسي على حيشان التشغيل بعدين افتح البارز الميلوي ايه افتح حنفية التعبئة ايه بعدين منفوت هنا على ثلاث لولاءات بقلب بعض. في عندي لولاءة هنا كبيرة وشتي لولاءات هنا صغار بقلبها. إذا بتلاحظوا شرط الخروج من اللولاءات في الشويت إنما هاي اللولاءة شرط الخروج منها يا يعني إنه أضغط على واحد أو اثنين. بذكركم واحد هو حيشان النتوب أو الهفعلاء. فإذا بضغط على واحد هون عمليا بطلع من اللولبة هاي. نفس الشيء اللولبة هاي اللي بتيجي بعدها كمان شرط الخروج ضغط على واحد.
يعني اذا بضغط على واحد بضغط على واحد هون كمان بطلع منها، وكمان اللولبة الكبيرة هاي شرط الخروج منها الضغط على واحد. يعني عمليا باي لحظة اذا بكون بالكلب اللولبة هاي الكبيرة وبضغط على مجس واحد، عمليا بطلع من هون بطلع من هون بطلع من هون والتخنة بتكمل. وهيك انا بحل مشكلة انه التخنة تضل موجودة بكلب اللوب. هيك بتبين التخنة. هاي هي التخنة تبعيتنا. لاحظوا اللولبات اللي حكيت عنهن قبل شوي، هاي اللولبة الكبيرة، اللولبتين اللي لقوت التنتين اللي بكلبها، شرط الخروج تبع هاي اللولقة انه اضغط يا على واحد يا على اثنين، وشرط الخروج من اللولقة هاي كمان يا اضغط يا على واحد يا على اثنين، وشرط الخروج من اللولقة الكبيرة كمان يا اضغط على واحد. يعني بأي لحظة انا بكون بكلب التخنة هاي وبضغط على واحد بطلع من هون بطلع من هون بطلع من هون وبتكمل التخنة تقرأ باقي الأوامر. إذا بتلاحظوا تعالوا نمرق على الأوامر أمر وراء أمر. الأمر الأول حكي لا ضغطة. الأمر الثاني افتح الحنفية A. بعدين منفوت لللولبة الكبيرة هاي ومن كله سكر الحنفية B. بعد ما كنا له سكر الحنفية B منفوت للولقاء داخلية. هنا هاي الولقاء الداخلية شرط الخروج منها يا أن نضغط على واحد يا أن نضغط على اثنين. لاحظ هنا أو، لأنه هنا في عندي أور. فإذا بتيجي ضغطة من هون أو ضغطة من هون عمليا بيجي هنا ترو ونطلع من اللولبي. بعدين سكر A سكور بيرز A يا هنا شايفينه، منكمل التخنة بتكمل من هنا وبتيجي لهنا. بعدين افتح B يا هنا سكر A افتح B. بعدين منفوت كمان مرة على لولبي اللي شرط الخروج منها يا انه بنضغط على واحد يا انه بنضغط على ثلاثة. بذكركم انه واحد هو مجس التوقيف وثلاثة هو مجس الحد الاعلى واثنين هو مجس الحد الادنى. فاذا هنا شرط الخروج انه يا انه نضغط على مجس التوقيف يا انه ينضغط المجس الاعلى. بعدين افتح البيرز A. إسا بس نضغط على مجس التوقيف عمليا بنطلع من اللولبة الكبيرة. إذا ما ضغطناش على مجس التوقيف المعرخة هاي أو التخنة هاي بتضل تعيد على نفسها بقلب اللولبة الكبيرة. بعد ما نطلع من اللولبة الكبيرة بنطبق الأربع أوامر هدول اللي هن 11 و12 13 14. 11 سكر الحنفية A، 12 افتح حنفية B، وضلك فاتح حنفية B لا تنو ينضغط المجس الثالث. انتبهوا هنا في عندي حكي، هنا في عندي حكي بس فيش عندي مشكلة مع حكي هنا، لأنه هنا أنا بضرنيش أو بضرش إنه التخنة تضل واقفة هون لتنه ينضغط هذا المجس وبعدين أسكر حنفية B. طالما الحكي هاي مش موجودة بكلب اللولبة فيش عندي مشكلة. المشكلة بالحكي لما بتكون بكلب اللولبة زي ما حكينا قبل. بذكركو هون لما في عندي حكي بكلب اللولبي ساعتها بالتخنة نتكاعت بتوقف وتبطل تصل على شرط الخروج. اوكي هيك بكون انهيت الدرس تبعي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. الى اللقاء بالدرس القادم.